اعصابه والفريق الشبابي على اعصابه. يعني الكوره هذه لو استثمرها الناس راح يكون في كلام ثاني الهدف الثاني وهدف التعادل. قلنا انه لو دخل هدف شوف هذا ماجد لما سددها وحط كل خبرة ماجد عبد الله ويحطها في المرمى ويسجل الهدف الثاني. مباراة ممتعة الحقيقة، مباراة ممتعة ومتقلبة الاحداث. تقدم الشباب بهدفين، عادل النصر بهدفين، و طبعا حكم المباراة واقفة المباراة، واحداث مثيرة الحقيقة في هذه المباراة. وماجد عبد الله صاحب هدف التعادل والهدف الثاني.